القضاء اجمالا اغلبيه الناس بتعرفه من وين، بتطلعوا من الكوره وبضلكم طالعين من اول الضيعه اللي موجوده هون حدث الجبه، بعدين بتكفوا البرمه حصرون وبتخلص عند بشري. بس لا، بعد في ضيعه ثانيه يلي بتوصلنا بقضاء صغرتها واخرهم اهدن. نحن رح نبلش اليوم المدخل من هالميل يلي هي ضيعه اسمها بان، من هون رح نكفي. وثاقبت لك الحظ قديش حلو، على انستغرام حطيت ستوري نحن هون دقولي عم نعمل رب البندوره، تعال عنا رح نعمل رب البندوره. بنبلش من كنيسه الضيعه وبننزل نزول. هلو، اهلا وسهلا فيكم. نحن هلا ببين قضاء بشري اخر ضيعه من ميله اهدن حد كنيسه مارجريس. اهلا وسهلا. سعيد عال. اسمك سعيد عائل؟ ايه، ضيفك دفيعن اليوم. هلا جبتها من الحال. روعة. من اطيب تفاحة كلها اخذت 3 ايام. مهمة؟ نعم، قهوة ركبت. سعيد عقل شخصيا استقبلنا عنده وضيفنا عنده. جد اسمي سعيد عقل؟ مش عم بقول لا. اسمك سعيد عقل؟ مش عم بقول لا. منحضر نحن هلا مهرجان للمونه بالضيعه. البلديه اكيد عم تنظمه لتدعم النسوان تتشجعهم اكثر انه يعملوا، اكيد لتجيب لهم مدخول مادي بهالازمه. هي دعمتهم بالترميز وكل شيء وهن عم يشتغلوا، حيكون ب 5 ايلول. ونحن هلا شفناك انه انت عنا بالمنطقه على انستغرام فحبينا نعزمه. اول مره بيجي على الضيعه، بيوت قديمه وتمشيه لذيذه. شو حلو. هون في رب البندورة والمكونات هن بندورة ويعني مطحونة مع الملح أكيد لحتى تعقد ونحطها بالمرطبة. هون في صوص البيتزا يلي موجود فيها البصل والثوم والبندورة والفليفلة والحبق، أكيد الحبق هو الركيزة الأولانية. وفيها كمان البهارات، فيها 7 بهارات وفيها قرفة وفيها كزبرة يابسة. أكيد بدها وقت يعني حسب النار وحسب اسم الله الكمية اللي تبقى موجودة بقلب الـ يعني اللكب بقلبها. أول شي منغسل البندورة، مننشفها ومنرجع منفرمها ومنغليها شوي على النار لتستوي ومنرجع نطحنها ومنصفيها ومنحطها على النار. أكيد بس بدها نتفي تختر يعني الزوم منحط الملح وبس يشدوا منيح منشيلهم منعبيهم بمراتبين. شو الفرق بين الرب والصوص؟ أكيد في فرق لأنه الغراض اللي حاطينهم هون هدول كلهم مكونات لصوص البيتزا. الرب ما بياخد هيك مكونات. لكن رب البندورة هو بندورة على الحل؟ بندورة على الحل مع ملح. وصوص البيتزا هي كل هول؟ مزبوط. أكيد هيدولي كلهم مفرومين ومطحونين وهلأ منفرجيك الجاد كيف مطحون. حبق كثير مهم. لا
ربينا وربينا عليها، واكيد جدودنا يعني سبقونا، جدود جدودنا. بين بتمتاز بالتفاح كتير، واول شيء بتمتاز بشعبها الطيب والكريم والمضياف. حلوه كتير الضيعه، كل انسان بيشوف ضيعته حلوه، بس نحن بنشوفها كتير حلوه. وهي موجوده على كتف وادي اصحية ووادي النوبين. خبركم وين صرنا؟ صرنا محل ما استريكس واوبليكس كانوا يجي ياخذوا البوسيون ماجيك. فاوبليكس هو صغير قاشط بطنجره مثل هول، حاضرينهم باستريكس واوبليكس كيف تفق في الطنجره وصار هالقد. فهيدي فينا نقول الفيتامين الوطني تبع الجبال، البندوره غير شكل، هاي الجبليه اللي هلا موسمها بيغلوها 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 وبعدين بتاكلوا معها كل شيء منت شتويه، ان كان بطاطا ان كان سباجيتي ان كان رز ان كان يخنات ان كان شو ما كان. البندورة أساس البيت ومنحكي بالبيئة بعدين. فأنكم تشوفوها كيف تنعمل، كيف تتحرك، كيف بيحطوا فيها الحب، كل إيد قديش عم تنزل فيها غرام، وبعدين بتقعد تنطر سنة وبتطلع على الرف وما بصير لشي. ففيني أقول حظ نعمة أن يكون عنا شانس أن نصور هذا الشيء، وإن شاء الله العوايد ما بتموت. عم نحكيكم من ضيعة بين، ضيعتنا الحلوة يلي فيها مشروع ما فيها سوق المونة بخمسة أيلول، ومنتمنى الكل يشرفونا ويشوفوا الأشياء اللي عم نعملها كلها من قلب الضيعة، وكلها مونة مزبوطة ما فيها زغل أبدا، وكلها من مكونات الضيعة، فيها رب فيها خل فيها زعتر فيها مربيات على جميعه، وفيها أشياء يدوية حتى بتنبسطوا فيها. وفي نحنا اللي رح بحبكم كتير ونستقبلكم كتير ومتشوقين لنشوف الكل عنا. كل الضيعة عم تحضر لمهرجان المونة بخمسة الشهر، فتنشوف شو what to expect، شو فيكم تجوا تشتروا وتدعمون. في شغل كتير حلو كتير حلو. عندي هواية بحب كل شيء بينشغل بالإيد. أوكي. كل شيء أشغل يدوية، يعني من ماشي بعمل شيء. وبعدين وين بتبيعين وين؟ أصلاً ما كنت عم بيع شيء. فهيدا أول سنة. ايه هلا بالمهرجان. بالمهرجان. حلو، يعني كل شيء بتلاقيه بالبيت بتجرب ما تكبيه وبتخلق منه. لا ايه بعمل منه اشياء. طب. مثلا هيدي المرجوحة عملتها من التعليق الخشب. من التعليق التياب وخيطان جنفاز وهيك. بدي حط علي هودي المرتبين. يعني بدي حطهم هيك، بس بعد ما خلصيت. يعني هيك بدي حط المرتبين. هيدي اول شيء اذا حدا مولد بده ياخذ مشان المستشفى بيحط فيها بونبون للولاد. اوكي. وهيدي ما شافيه للبيبي للبنت. هاي شو؟ هيدي قنينه بس بعد ما خلصت كمان. من شو بتعمليها؟ عملتها من السيراميك ورشتها بالاول اسود ورجع عملتها. اوكي. وهودي لي في كف للحمام للبيبيات. هودي للمطبخ. كف للمطبخ، نزالة، فوطة مطبخ، وهذا المريول. اسمي جمال محبوب من بين، رقم تليفوني 76-117-881. كنا بشي صرنا بشي، تحمست الضيعة وعم نفوت من بيت لبيت من بيت لبيت. هيدا اللي عم تعمل عسل، هيدا عم تعمل مونة، هيدا عم تعمل تريكو، بس أجواء روعة. Unexpected، هو اللي ما كانوا بالبلان، وكتير مبسوط لأنه الضيعة كان كتير عم بيعملها. منشم ريحتها لأول مرة، منشم نعملها مرة تانية كلها سوا. ده عسل سنديان بيطلع أسود هيك لأنه النحل بيأكل من أوكي. من السنديان، وقتها بيمنن السنديان بيعطي هيدا اللون. هيدا بشهده. أوكي. هيدا عسل بشهده. النحلات وين؟ النحلات بالحقلة بنحطهم نحن قصد ببين. اوكي. بنحطهم حد يعني المنطقة اللي فيها سنديان بنحطهم هونيك. إذا حدا بده يشتري عسل بده يوصيكم بمين بيتصل؟ رقم التليفون 03 اوكي 482-032. بلدي 100%. 100% من الضيعة. ما في زغل ما في أبدا.
يعني انتو بتاكلوا منه. ايه اتفقنا. ما بدك تدوق؟ بدكم عسل طيب بندوق. لونه حلو كتير. كتير. لمعته كمان. يعني طعم الطبيعة فيه، طعم الحرش فيه. واو، بيقولوا طعمة التيروار وحلاوته سوبر خفيفة. ريكومندد، حبيت. الجنبين كيف ما اطلعت في ورد وفي زهر وفي بلانتين. مجور انا لينا. في عنا شراب التوت، هو عبارة عن توت شامي معصور مع يعني كيلي توت كيلي سكر، اوكي مقطوفين قطف مش هز يعني منقايين بدكم تقولوا تنقاي. وفي عنا الكاتشب، صوص الكاتشب بندورة معصورة مع سكر وبهارات وهيك. رح يكونوا بسوق علبانة 5 أيلول، يكونوا كتار. ميرسي كتير لإلكون وعلى تعبكم وعلى تشريفكم، فرحتوا قلبنا كتير وناطرينكم إذا الله راد بـ5 أيلول.